شكرا سلسي. The benefit, however, will definitely trickle down to the rest of. The intention was to have the meeting to kick off yesterday. A smooth movement of people and enhance people-to-people relationship. Well, Sudan has a special place. هذا اللقاء لقاء بإذن الله تعالى يأتي تعزيز وتلخيص للقاءات السابقة في الملتقيات السابقة. يعني نحمد الله أنه يعني علاقات تنمو يوم بعد يوم وترتقي بيننا وبين إخواننا في الأقاليم المجاورة، وهنالك يعني تعاون وثيق. احنا جئنا لنؤكد على هذا التعاون الوثيق ولنحسم بعض التفلتات البسيطة والخفيفة اللي تسيء لهذه العلاقة، ولنمنع بعض الأنشطة الهدامة التي تعمل على هدم الاقتصاد في الدولتين، ولنقيم ونتفق على برنامج يعني وخطة يعني تنموية كبيرة جدا حتى يعني يستقر هذا الشريط استقرار تام، حتى يكون يعني مكان لتبادل منافع حقيقي ولحسن جوار حقيقي، ولنعمل يعني بإذن الله تعالى معا نموذج لحسن الجوار إن شاء الله تعالى.